نرحب فيك سيد نور، وبداية الكل يترقب شهادة جيروم باول اليوم أمام الكونغرس، ما المتوقع بخصوص هذه الشهادة وماذا سيتغير؟ تم الإعلان قبل قليل عن الشهادة المكتوبة أو البيان الذي سيقوم به أمام الكونغرس، ويعتبر ضمنيا نفس ما شهد أو نفس ما ذكره خلال الفترات القليلة الماضية، وأكد على موضوع بأنه قد يكون الوقت مناسب خلال العام الحالي بأن يتم خفض أسعار الفوائد في وقت ما من العام الحالي. كذلك الأمر ذكر من جديد بأنه يجب علينا أن نكون متأكدين بأن التضخم سيستمر بالتراجع لكي نستطيع أن نقوم بالخفض. الآن وبعد قليل سيكون لدينا الشهادة الرسمية فعليا، لكن الأهم من الشهادة لأنه أصبحنا نعلم ما هي، هي الأسئلة والإجابات من قبل أعضاء الكونغرس عن ما هي بالفعل، هل سيكون لدينا كم، إذا سيكون هناك لدينا أي نوع من الأسئلة الرئيسية سواء على منحنى مستويات معدلات التضخم، ما هي توقعات الفدرالي للنمو، ما هي توقعات الفدرالي للتضخم خلال المرحلة المقبلة، وهل ستبقى معدلات الفوائد مرتفعة، بمعنى حتى مع الخفض كمية الخفض هي التي ستكون الأهم، هل هي ستكون بثلاثة مرات أم أكثر من ذلك؟ نعم سيد نور، أيضا لو انتقلنا إلى تداولات الأسبوع، منذ بداية الأسبوع ارتفعت الأسهم وكذلك ارتفع الذهب، وبعد ذلك عمليات تراجع وتصحيح في الأسهم، ولكن بقى الذهب مرتفعا إلى مستويات جديدة كليا. سبب هذا الارتفاع وبرأيك ماذا يخفيه ارتفاع الذهب في هذه الأيام؟ بالفعل هو نوع مقلق التحركات، عندما نشهد ارتفاع في كل من العوائد على السندات المؤشرات أو الأسهم الأمريكية بشكل عام، وأيضا نشهد في ارتفاع الذهب، حتى أن الارتفاعات بالذهب كانت أسرع من الاثنين، هذا شيء على الأقل يجب يعني أن يبقي أعين المستثمرين مفتوحة جدا عن ما سيحصل أو ما قد يحصل خلال الفترة القليلة المقبلة، لأنه تغير العلاقات ما بين أسواق السندات وأسواق الأسهم وأيضا المعادن الثمينة يجب أن تعود العلاقة إلى طبيعتها، لكن تحتاج إلى حدث مهم لكي تعود هذه العلاقة من جديد، وقد يكون شهادة رئيس الاحتياط الفيدرالي أحد هذه الأسباب، قد يكون لدينا تقرير الوظائف المنتظر خلال جلسة التعاملات يوم الجمعة، أو حتى أرقام التضخم خلال الأسبوع المقبل. لذلك المهم الانتباه إلى أنه قد يكون لدينا حدث خلال الفترة المقبلة وخلال الأيام المقبلة لكي تعود العلاقة إلى طبيعتها. نعم، إذا ما ذهبنا أيضا شرقا إلى الصين، يعني الصين أعلنت عن استهدافها معدل نمو تقريبا 5%، لكن الأسواق تعاملت معاملة عكسية إن صح التعبير أو بفتور حول هذا الاستهداف من الصين، لماذا برأيك؟ صحيح، نفس تقريبا الخطة المذكورة خلال العام الماضي على نفس السياسات المتواجدة حاليا، بمعنى أنه هي خطة بلا خطة إن صح التعبير، لأنه لا يوجد لدينا أي إعلان جديد عن أي نوع من التحفيز بعد هذا الإعلان. لذلك الأسواق تقول للبنك بنك الشعب الصيني بأنه نعم الخطة المتواجدة بأنه لدينا نمو بخمسة في المئة تحتاج إلى المزيد من التدخلات، سواء إن كان من خلال الحزم التحفيزية الجديدة، أي تعديل على معدلات الفوائد، وخصوصا أيضا نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك التجارية التي قد يكون من أحد الأمور التي سيضطر البنك المركزي تحريكها من جديد أو البنك الشعب الصيني. لذلك هي خطة، أي نعم خطة متفائلة جدا في ظل عدم وجود التحفيز، لكن الأسواق تتوقع أن يكون لدينا نوع من التحفيز، لكن ما هو حجم هذا التحفيز؟ لهذا الشيء، لهذا السبب نشهد نوع من الفتور في التأثير أو في الانعكاس لهذا القرار أو لهذه التوقعات، حتى نشهد بالفعل تدخل واضح للبنك المركزي، ونعتقد خلال الأسابيع المقبلة ستعطينا المزيد من الدلائل. نعم، سؤال أخير ربما هنا، مع طفرة البيتكوين وعودته إلى مستويات 69,000 دولار وتوقعات باستمراره إلى مستويات جديدة وأخرى عمليات تصحيح، أين ترى هذه العملة خلال الفترة المقبلة؟ الشيء الذي أدى إلى هذه الارتفاعات لم تكن على عكس ما حصل خلال السنوات الماضية، هذه الارتفاعات مدعومة بشكل أكبر من صناديق التحوط، صناديق استثمارية، مستثمرين كبار، وليست من المستثمرين الأفراد. هنا يأتي الخوف الآن بأنه هذه الحركة التي نشهدها دائما عندما ترتفع الأسعار أو عندما يرتفع سعر أصل معين ويصل إلى مستوى قرب تاريخي، نشهد بداية للمستثمرين الأفراد بالدخول، وهذا الشيء الذي يخيف.
خلال العام الحالي أعتقد بأنه الجميع يعتقد بأنه البيتكوين من الممكن أن تصل إلى مستويات $100,000، خصوصا وأنه الطلب أصبح 10 أضعاف المعروض. لذلك لكن الحذر مهم جدا بأنه الشراء هنا متأخر، من يريد الشراء هنا يجب عليه أن يستطيع التحمل لفترة طويلة لكي يحصل على نوع من الربح المجزي إن صح التعبير. السيد نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في شركة سكويرد فاينانشال، كنت معنا من أبوظبي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.